يقول: هل من تمنع زوجها عن التعدد آثمة أم لا شيء عليها؟ وهل من توجيه لأمثال هؤلاء النسوة جزاكم الله خيرا؟ سبحان الله، المرأة تمنع زوجها من التعدد، هذا ما هو بزوج. اللي تمنع زوجته من التعدد هذا ما هو بزوج. الله يباح له التعدد لكن بشرط العدل، بشرط العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كان إنه يستطيع العدل بالنفقة والكسوة والمسكن والمبيت فإن له أن يعدد، ولا أحد يمنعه من العالمين، ما أحد يمنعه من شيء أباحه الله له، لا زوجته ولا غيره.